بكل خير ومحبة نلتقيكم مشاهدينا الكرام أينما كنتم عبر شاشة رؤية في هذا اللقاء الاستثنائي وهذا اللقاء الخاص وهذا اللقاء المميز إن شاء الله. وسيكون اليوم بضيافة سمو الأمير علي بن الحسين نائب رئيس الفيفا ورئيس الاتحادين الأردني وغرب آسيا سنتحدث في هذا اللقاء وفي هذه المقابلة الثانية لسمو الأمير علي معنا هنا عبر قناة رؤيا في عديد المواضيع التي تهم كرة القدم الأردنية وكذلك الأسيوية وكذلك العربية سيدي بداية مساء الخير وأهلا وسهلا فيك معنا السلام عليكم جميعا أنا كثير كثير مبسوط أن أكون معكم اليوم وخاصة أحب اقول لكم يعطيكم العافيه للشغل اللي انتم قاعدين تسووه خاصه بمجال الرياضه وكره القدم بالاخص اكيد أه واحنا دائما وابدا متابعينكم ايضا الله يخليك يا سيدي وهذه شهاده طبعا بكل تاكيد نعتز بها آه وتعطي على كهلنا يعني حمل مسؤوليه اكبر وان شاء الله نكون على قدر هذه المسؤوليه. سيدي بدايه يعني سنتحدث في محاور كثيره في هذه م. الحلقه لكن بدايه دعنا نتحدث في محور هام جدا وهو ان شاء الله في شهر اذار المقبل سيكون هناك اجتماع لاداره مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم وكلفت سموك في شهر نوفمبر الماضي أن تقدم شرح حول فيما يتعلق بربما أن نطلق عليها التعبير إعادة النظر بتعديل بعض قوانين اللعبة فيما يتعلق بالحجاب ونحن نعرف القارة الأسيوية سيدي فيها دول إسلامية كثيرة يهم هذا الموضوع وكثير من الدول أثارت هذا الموضوع في الفترة الأخيرة رؤيتك سيدي لهذا الموضوع نعم أكيد يعني إحنا كان واجبنا أن نحل هذا القضية لأنه إحنا اخر المطاف بدنا الكل يقدر يشارك ان كان منطقتنا باسه العالم اجمع يجب الكل انه يكون لهم الفرصه انه يلعبوا هذا المباراه الجميله اللي اللي يجمع الجميع فلذلك كان عندنا اجتماع في عمان والحمد لله وجبنا خبراء من كل العالم واخذنا قرار انه يعني لو انه الموضوع موضوع اذا ما في موضوع امني يعني من من حيث لا سمح الله يسيء للاعب او لاعبه ما عندنا مشكله ولذلك مشينا في هذا القرار للاتحاد الاسيوي والاتحاد الاسيوي ثم بعد ساعدونا وايضا اخذتها للاتحاد الدولي اللي هو فيفا وطلع قرار انه الان اروح اخذ الموضوع للايفاب الايفاب هذا مجموعة ربما لازم افسر شوي اه, نعم. آه، لألكم يعني ماذا هو الايفاب؟ الايفاب مجموعة بياخذوا قرارات اللي يخص كل شيء من نعم. ان كان موضوع تغيير مسافة الجول او تغيير شيء ثاني، فلذلك هم بآخر المطاف راح ياخذوا القرار الأخير لكن الايفاب مكون من أربع أعضاء <applause> من الفيفا وأربع أعضاء من آآ بريطانيا آآ والقرار لهم هلا ان شاء الله آه رح نقدم هذا الشيء وان شاء الله ننجح في نعم. في, في نعم. هذه الامور لانه يعني باخر مطاف احنا آه بدنا نعطي الفرصه للجميع انهم يشاركوا في نعم البقى. حتى هناك في حمله سيدي لبناتنا يعني حتى حتى موعد طبعا هذا الشرح التفصيلي سيكون الان في شهر اذار ونحن ندعم هذه الفرصه خاصه انه الجميع اشتكى في الفتره الاخيره خاصه في التصفيات الاولمبيه سيدي الان يعني المنتخبات الحاضره حتى يكون هناك يعني انسحاب للمنتخب يعني وكما تفضلت يجب ان يكون هناك يعني الحق للجميع بأن يلعب فعلا وحتى اسم الحملة انه دعنا نلعب يعني هي من مبدأ يعني من هذا المبدأ سيدي يعني اكيد اكيد ويعني اهم شيء انه يكون في احترام للجميع وإن شاء الله نحقق اللي بدنا إذا ما كان في مفاجآت بس إن شاء الله نقدر نحقق اللي بدنا إياه نعم إن شاء الله سيدي سيدي الآن نعرف أنه في العام الماضي كان لديك زيارات عديدة للأندية الأردنية وزيارات كان لها أثر إيجابي لجميع إدارات الأندية ونعرف سيدي حجم المعاناة الكبيرة للأندية المعاناة المادية شح الملاعب وإلى غير ذلك من هذه المعاناة أين وصلت كابتن سيدي الآن، يعني هذه الزيارات الآن؟ أين اتحاد كرة القدم من هذه الزيارات؟ ونعرف الاتحاد إمكانياته محدودة، وينتظر الشيء الكثير من اتحاد القدم. والله الحمد لله يعني كملنا زيارات هذا واجب لنا يعني انا الانديه هم العمود الفقري لكره القدم نعم. وانا بالنسبه لي اهلي الـ الـ ويمثلوا جميع انحاء المملكه فلذلك قمنا بالزيارات ولكن وضعنا برنامج ويجب جميع انهم ينفذوا البرنامج نعم. اللي حطيناها والشيء مش هالمطالب الصعبه ايضا نعم. يعني لما نحكي على موضوع مواصلات لما نحكي على موضوع ملاعب وانما واجب ايضا لانه انا لما اهيئ ظروف لشبابي انهم يلعبوا وشاباتنا كمان ايضا نعم. ويلعبوا ويقدروا هذا يعني انت قاعد تغطي كثير كثير من المجالات حتى خارج عن فقط انه ترفيه او 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 او, أو لعبه بس نعم. ايضا صحيا <applause> وايضا كمان امنيا شيء يعني ما يكون لهم مكان يتجمعوا ويلعبوا ويعملوا فهذا المبدا يجب الجميع انهم يدركوه ولذلك ان شاء الله ان شاء الله آه نريد مش بس فقط كلام انما تنفيذ على الارض في وقت قريب نعم. وأن تساعدونا في أكيد. تحميل المسؤوليه للجميع نعم سيدي كان في تقارير وتوصيات بعد زيارتك الان لهذه الانديه الان وكان هناك في حكومه الدكتور معروف الباخيت انه سيكون هناك دعم حكومي وثم جاءت حكومه الدكتور الان عون الخصاون الان ماذا عن هذا الدعم الحكومي سيد الان وماذا ممكن ان ننتظر الان يعني دائما حتى اكبر الدول نتحدث عن اكبر الدول الخارجيه فيها احتراف لكن في دعم حكومي الان ونحن ما ننتظر من الحكومه حقيقه اي نعم الان صار في وزاره الشباب نعم. وإن شاء الله يجب عليهم أن ينفذوا مشروعي إن شاء الله لأن مشروعي باخر المطاف هو مبني فقط على مطالب. الشعب الاردني اللي يمثلهم من عندي في هذا الرياضه. ان شاء الله، سيدي انا اعرف في شهر حزيران المقبل هناك ان شاء الله استحقاق هام جدا لاول مره منتخبنا يصل الى الدور الرابع الحاسم لتصفيه كاس العالم، نحن الان في انتظار القرعه في شهر اذار والخطه اعتقد انها ستكون واضحه من الكابتن عدنان حمد الان وطموحنا جميعا كاردنيين ان يصل منتخبنا الى 2014 وهذا حلم اكيد, أكيد. في البرازيل الان، أكيد. كيف تنظر سيدي للمرحله المقبله ولخطه الاعداد المقبله للمنتخب الوطني؟ في في هذه الفرصه التاريخيه ومرحله حساسه والله انا يعني مثل اي جمهور اردني يعني دائما اخاف وانا حريص على شبابنا لأنهم لأنه هم اللي ممثلونا نعم. آه وهم سفراءنا والان وصلوا لمرحله آه حاسمه واحنا معاهم انا بالنسبه للعداد انا متفائل جدا بالنسبه لل... لل... لكل الشغل اللي تم آه لكن انا دائما حريص شوي واخاف عليهم لانهم اولادي واخواني بنفس نعم. الوقت آه فلذلك ما بدي ازيد عليهم عبء ما بدي ازيد عليهم ضغط ويجب علينا كاردنيين انه ندير بالنا كمان بس بنفس الوقت يجب علينا ككل يعني المجتمع انه ندعمهم نعم لانه هم رموزنا ومصدر عز وفق عز لنا واعتقد ان شاء الله باذن الله يعني اذا بيعطوا عليهم انا اعتقد انه راح ننجح في الوصول ان شاء الله لكاس العالم ان شاء الله سيدي ربما الان سؤال يتبع هذا السؤال وانت اكدت اكثر من مقام واكثر من موقف ب ضرورة دعم المؤسسات الوطنية لمنتخبنا الوطني نعرف أنه السفر والترحال في تصفيات كأس العالم وحتى مكافآت اللاعبين بحاجة إلى دعم سيدي الآن بحاجة إلى إعداد بحاجة إلى تحفيز الآن رسالتك للمؤسسات الوطنية وأنت دائما ركزت على هذه النقطة ضرورة الدعم وضرورة أن نساند المنتخبات الوطنية سيد. أكيد أكيد يعني أعتقد يعني أنه في كثير من المؤسسات قاعدين يدعمون الآن وعم تزداد هذا الشيء وهذا شيء طيب آه آه ولكن آه يعني ما نقدر نوقف لازم نكمل مسيره وان شاء الله عبر برنامجكم طالب بالكل آه إن وخاصه يعني اي جهه انهم انهم يساندوا اولادنا ولكن الجدير بالذكر انه مثلا مجموعه المناصير وغيرهم يعني حتى ندعم الدعم للانديه وللدوري والى اخره هذا دعم للمنتخب باخر اكيد لذلك حتى... يعني الموضوع موضوع شامل وليس فقط هذا غير هيك اعطي شبابنا الفرصه وراح يعجب راح يعجبونا لانه هم رجال وبمثلنا يعني نعم. بش بشكل يعني يعني انا كثير فخور بيهم ان شاء الله سيدي الان واحنا جميعا فخورين بهذه المنتخبات الوطنيه حتى منتخب الشباب سيدي كان له بصمات واضحه في الدوحه مم. وتاهل الان لنهائيات يعني كاس اسيا وهذا شيء مفخر حقيقه لكره القدم الأذنية سيدي الان ربما نتحدث قليلا عن كرتنا المحليه الان نعم. تبعات سلبيه دائما نشاهدها في مباريات القمه الفيصلي والوحدات، الفيصل والرمثة وحدات الرمثا مباريات دائما التي دائما تاخذ طابع الحساسيه ربما يعني مم. الان وكل مباراه فيها تبعات سلبيه على جميع اطراف اللعبه حكام واداريين وجمهور رسالتك سيد الان كيف يمكن ان اتخلص من هذه التبعات والله هذا ظاهره يعني مع الاسف بتصير في جميع انحاء العالم لكن احنا كاتحاد كره القدم راح ندرس الموضوع وان شاء الله نلاقي حل لها خاصه داخليا لما نحكي عن جمهورنا يعني خلينا نرجع شويه للمنتخب <applause> يعني انا لما اتجول في اسيا واتجول في في كل البلدان بيحكوا عن وجه جمهور الجمهور الاردني نعم. وكيف كان وطريقتهم وهذا ويعني فالحمد لله جمهورنا ممتاز ولذلك ان شاء الله هذا الوجه مش بس فقط ينعكس خارجيا انما داخليا ايضا في مبارياتنا ويجب على الجميع على الجميع من كل المؤسسات وكل اللي اللي معنيين بهذا الموضوع انهم يشتغلوا مع بعض ومعانا على اساس نتاكد انه بكره لما يروح ويطلع اي عائله اردنيه يرجعوا مبسوطين يرجعوا الـ 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 مش بس الجمهور ايضا اللاعبين مم. المدربين والحكام والى اخره مبسوطين ومرتاحين وان شاء الله قريبا ان شاء الله رح نحصل على ان شاء الله سيدي رسالتك انا للجمهور الاردني عبر قناه رؤية وفي هذا البرنامج الان جمهورنا مم. اعتقد انه واعي يستوعب الان يعني كل مكونات الكره الاردنيه وشاهدناه في الدوحه مم. في الدوره العربيه وفي كاس اسيا الان رسالتك سيدي الى الجمهور الاردني والله رسالتي فقط اني يعني انا واحد منهم بالبدايه يعني لانه بناشد وبازر من قلبي يعني منتخباتنا وفرقنا وانديتنا من الرجال وايضا من الشابات يعني فان شاء الله خلينا نكمل مسيره يعني أكيد. ما في شيء اكثر اقدر اقولهم لانه هم بالعكس يعني عز وفخر لنا جميعا لما يسألون عنده المنتخبات الوطنيه نعم الان عيد ميلاد سيدنا طبعا صاحب الجلاله الملك عبد الله الثاني والحسين في الايام نعم. المقبله وان شاء الله العيد ميلاد يكون يعني ال الان ماذا تقول سيدي في هذا العيد لسيدنا ومولانا وان شاء الله يديم عليه الصحه الان ويظل مفخرة بكل تاكيد لنا كاردنيين جميعا مم. يعني احنا بكره القدم نعرف انه هو كان طبعا رئيس اتحاد قبل و... ويساند ويساعد وإن شاء الله يعني نقول له يعني ألف مبروك وبنفس و... الوقت يعني هو هو الرياض الأول. ولذلك نعم. يعني احنا فخورون يعني بنفخر فيه وفي كل عمله وان شاء الله الجميع يمشي في هذا نعم الطريق. سيدي طبعا احنا كان حديثنا شيق مع سموك الان في هذه المقابله والظهور الثاني لك معنا في قناه رؤيه ان شاء الله ونوعدك ان نكون دائما عن حسن الظن في نقل الصوره الطيبه عن كره القدم الاردنيه وان نتواصل دائما في كل ما يخص كره القدم الاردنيه وما يهم هذه مم. الكره الكره الاردنيه بكل تاكيد سيدي الله يبارك فيك ويسلمك شكرا لك سيدي, سيدي. اذا مشاهدينا في الختام نشكر لكم حسن المتابعه في هذا اللقاء الاستثنائي وهذا اللقاء الخاص المميز هنا عبر قناه رؤية مع سيدي صاحب السمو الملك الامير علي بن الحسين نائب رئيس الفيفا ورئيس الاتحادين الاردني وغرب اسيا وان شاء الله امنيتنا بالتوفيق لكرتنا الاردنيه في المحافل المقبله خاصه في تصفيات كاس العالم في شهر حزيران المقبل المرحله الرابعه والدور الرابع شكرا لك سيدي ودائما يعني نشكرك على تلبيه هذه الدعوه الطيبه والحضور معنا هنا في قناه رؤيا وهذا اكيد مفخر لنا ونتشرف به كثيرا سيدي الله يبارك فيكم ويسلمكم جميعا وان شاء الله نشوفكم بالملعب إن شاء الله, الله شكرا الله. لك شكرا لكم مشاهدينا ملتقى إن شاء الله في برامجنا الرياضية المقبلة دمتم دائما بحفظ الله ورعايته